الأغرب مفارقات معركة عاشوراء أنها بخلاف جميع معارك التاريخ لم تقع حول أمر واحد بين طرفين مختلفين، بل كانت بين طرفين كل واحد منهما يريد أمرا غير ما يريده الآخر. فالحسين كان يريد الآخرة، ويزيد كان يريد الدنيا، والحسين كان يريد العدالة، ويزيد كان يريد السلطة، والحسين كان يريد هداية الناس، ويزيد كان يريد الحكومة على الناس، والحسين كان يريد رضا ربه، ويزيد كان يريد إشباع شهواته. لكن التناقض بين الحق والباطل تناقض حقيقي. الحسين مثل الحق ويزيد مثل الباطل، فوقعت المواجهة بينهما بحق. أقول لكم، عندما تمطر السماء فهي قطرات دموعها على مقتل الحسين، أما عندما تمسك فللاحتجاج على ما فعل به أعداؤه. بمقدار ما الحسين عليه السلام من الجاذبية عند أهل الحق، بمقدار ما له من الكراهية عند أهل الباطل. فتماما كما أن النور يجلب الفراشات ويطرد خفافيش الليل، فإن الحسين يجلب قلوب المؤمنين ويطرد قلوب المنافقين. الحسين صراط الله لخلق الله إلى جنة الله، ومن أخطأ الحسين في دنياه فقد أخطأ طريق سعادته في الدنيا وطريق جنته في الآخرة، وظل سواء السبيل. من دون الحسين قد يستطيع المرء أن يعيش في هذه الدنيا وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته، ولا مفلحا في مهنته، ولا عزيزا في ميتته.